دولة رئيس الوزراء اليوم بفضل جهودكم ودعمكم ريدك تبارك وتعلن لافتتاح مشروع الربط التركي العراقي. هذا واحد من مشاريعنا الاستراتيجية اللي دولتكم تبنيتها بتفعيل الربط مع دول الجوار، وإن شاء الله اليوم تشرف حضرتك مباشر على تشغيل هذا الخط وتغذية المنطقة الشمالية وبالتالي تغذية المنطقة الوسطى ب 300 ميجا واط، وهذا واحد من المشاريع المهمة والاستراتيجية اللي دولتك ركز عليها، وأكملنا كوزارة كل متطلبات الربط من إنشاء محطة 400، إنشاء خطوط 132، استخدمنا تقنية الأسلاك الحرارية بهذا المشروع لتصريف أحمال 300 ميجا واط في محطة الكسك 400 اللي أنجزت في ظل توجيه دولتك وافتتحناها قبل أشهر، وإن شاء الله اليوم راح تعلن إطلاق هذا المشروع واحدة من برنامجنا الحكومي بتفعيل الربط مع دول الجوار. هذا ثاني مشروع خلال هذا العام، إن شاء الله المشروعين القادمات راح يكون بالمرحلة القادمة. مثل ما شوف دولتك اليوم الآن إحنا جاي ننقل مباشر من موقع محطة الكسك في غرب الموصل اللي هي راح تشهد دخول خط الربط العراقي التركي. فنطلب من دولتك. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة نثمن هذا الجهد الكبير الذي بذل من قبل وزارة الكهرباء من خلال الشركة العامة لنقل الشمال، ونثمن جهد السيد المدير العام أستاذ خالد غزاي، كان جهد كبير، أبارك لكم هذا الجهد أنت وزملائك العاملين في الشركة. قيمة هذا المشروع وأهميته أنه كان متوقف منذ عام 2004، وهو كان مخطط له منذ التسعينات. اليوم أنجز بهمة العراقيين الفنيين الأخوة الأعزاء بعمل متواصل بمحطات ثانوية وخطوط وتفاهمات وتنسيق مع وزارة الطاقة التركية. أيضا قيمة هذا المشروع أنه لأول مرة يكون عندنا ربط دولي مع جارة تركيا ومن ثم إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا عامل مهم واستراتيجي للطاقة على المستوى المستقبلي. هذا الربط مثل ما تفضل السيد الوزير هو يأتي ضمن رؤية الحكومة في برنامجها في مسألة الربط مع دول الجوار، بعدما تمكننا ولله الحمد أيضا بهمة أبنائنا الفنيين في وزارة الكهرباء من الربط مع الجانب الأردني الشقيق، اليوم مع تركيا، ومن المؤمل في نهاية هذا العام مع الكويت الشقيق والهيئة الربط الخليجية، ثم نتوجه لإكمال مشروعنا المهم مع السعودية البلد الشقيق أيضا والربط الكهربائي، وبالتالي يكون العراق ضمن هذه المنظومة اللي تسمح له بالتنوع والتبادل في مختلف ظروف الذروة الكهربائية. أستاذ خالد تسمعني؟ نعم دولة الرئيس. انطينا فد إيجاز بسيط عن هذا المشروع المهم. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس الوزراء المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. نشكر دولتكم لإتاحة الفرصة لشرح نبذة مختصرة عن هذا المشروع المتلكئ منذ ما يقارب 20 عام، ويحسب كإنجاز لحكومتنا الموقرة. بذلنا جهود كبيرة مع الجانب التركي، عمل تواصل لمدة 5 سنوات لغرض توقيع اتفاقية تشغيلية تضمن الجوانب الفنية والقانونية والإدارية للاتحاد الأوروبي. كذلك الزامن مع هذا العمل مثل ما تفضل السيد الوزير إنشاء محطة الكسك 400 كيفي اللي احنا حاليا بيها، وكذلك خطوط الربط لتصريف هذه الأحمال.
عن طريق استخدام أسلاك حرارية للمرة الأولى تنقل ضعف القدرة للأسلاك القديمة وبكلف أقل إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار إنشاء خط جديد بالكامل. كذلك عملنا على نصب مكثفات لاستقرار الجهد. ثمرة هذا الإنجاز اليوم دولتك تقطفها المرحلة الأولى 300 ميجاوات قابلة للزيادة على المستقبل إن شاء الله. ليس هذا فقط، بل نحن اليوم نتحدث عن تبادل طاقة. وزارة الطاقة التركية طلبت تعديل على الاتفاقية التشغيلية لتجهيزهم 150 ميجاوات من العراق في الأوقات اللي ما تكون عندنا حمل ذروة. وهذا بحد ذاته إنجاز كبير نحمد الله ونشكره. واليوم المنطقة الشمالية تشهد استقرار بتجهيز الطاقة بعد أن كنا نتحدث عن محطة غير متكاملة 400 كي في، اليوم نحكي على أربع محطات 400 كي في بمحافظة نينوى لوحدها. سابقا المنطقة الشمالية هي عامل ضعف للمنظومة، تسبب إطفاءات بفعل تخريب عصابات داعش الإرهابية لهذه المناطق. اليوم هي عامل استقرار بفضل الله. الحمد لله بارك الله. إذا تسمح لي معاليك نتوكل على الله. توكل على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الله يبارك فيك. العمل إن شاء الله وراح قريبا نحمل 300 ميجاوات. الحمد لله. بارك شكرا الله جزيلا. بارك الله. تحياتي وسلامي لكل العاملين في الشركة. كلهم يسلمون عليك دولة الرئيس، وإحنا إن شاء الله جنود. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا جزيلا.